اتجمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل اللي جاي جاي بوجعه ياخد مكانه فرحها ويروح. ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح، حبت ظروفك جمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل فرحها وروح، ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني، شر الحليم مش من ما فيه، وهعيش لمين لو مش عايش علشاني. كتر الألم بيموت الإحساس، مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسيبناش، أسرار في قلبي لا تتكتم ولا تتحكي ولا يفهموها الناس. بس اللي لازم يتعرف كتر الألم بيموت الإحساس، مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسيبناش. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني، شر الحليم الأمامير دول شكلهم ولاد ناس وعي يتكلموا. والمصحف يا باشا كل اللي نعرفه الجروب اللي على الفيس. أخرب بيت أم الفيس، اللي هيقول لي كلمتين غير الفيسبوك والتويتر هياخد سماح، اللي هيقعد يضيع في وقتي هيحصل زمايله في القاعة التانية. ها؟ أنتوا كلكم متغميين، يعني محدش شايف حد. اللي عايز ربنا يرضى عليه يرفع إيده ويتكلم. ايه؟ مفيش غير واحد؟ هات اللي رافع ايده ورا ده. قوم يا واد. زبوني بيه على المكتب. اللي عايز يحصل زميله ويشرب كوباية شاي وسجارة في مكتبي يرفع ايده عشان يتكلم. العيال دي دماغها ناشفة قوي يا ريس. ويمكن فعلا مش عارفين حاجة ومتسائين. على كل حال كله هيبان، احنا ورانا ايه؟ يا ريس! يا ريس!
ايه؟ شفت حاجة يا باشمهندس؟ وأنا بقلب في موبايلات العيال لقيت الصورة دي. صورة مين دي؟ ما أنا برضه ما افتكرتوش، قمت شغلت الجمجمة ودورت في الموبايلات والرسايل عرفت إن ده رامي الرئيس. رامي الرئيس؟ الموبايل ده بتاع مين؟ كان مع واحد من العيال. يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة. ماشي. تعال تعال يا جهاد. ساوي انا فاكره الاوضه دي. طيب انا خبيت حاجه هنا. انا خبيت حاجه في الاوضه دي يا بهجت. ايوه قولي لي بقى خبيتي الحاجه فين؟ مش عارفه مش فاكره. طب ايه هي الحاجه دي ونحاول نوصلها مع بعض. مش عارفه يا بهجت مش فاكره حاجه. فاكره صور ملخبطة مش عارفة. خلينا ندور وخلاص. خلينا ندور. أيوة رجب عندي ليكي خبر بمليون جنيه مفاجأة من العار التقيل المظاط. رجب اخلص. طب مفيش أمارة على المليون جنيه؟ طب بقولك ايه؟ ما تبعتي لي كده بوصه طياري. وصلت لحاجه مع العيال دول؟ حاجه؟ لا يا ماما حد. ومش اي حد، ده حد مهم جدا كمان. اسمه رامي. رامي الرئيس. بتقول رامي؟ احكي لي بالظبط الموضوع ايه؟ أنا زهقت خالص يا بهجت، زهقت وتعبت. أمال أنا وليه؟ ده أنا متمرد وراكي. مسكي، خدي سيجارة. هو أنا بدخن؟ بتدخني؟ كانت بخيبة، ما كنتيش بتدخني. كنت بتشربي حشيش بس، وكنت على طول بتخبيه عندي هنا عشان محدش من الفرقة يقلبك فيه. حشيش. هم دول؟ انت عارف ان هم قدموا استجواب النهارده في البرلمان عشان القرارات اللي انت خدتها؟ حتى تعرفي؟ مفيش حاجه بتستخبى في البلد دي. الناس دي بتستهبل. يعني ايه يقدموا استجواب ضد رئيس الجمهوريه؟ هم فاكرين ان انا هروح اقف قدامهم عشان يستجيبوا لي؟ دي حكايه عمرها ما حصلت. وعمرها ما حصلت قبل كده ان جه رئيس بالانتخاب. دي شويه من الفوضى بتاعت الديمقراطيه بتاعتهم. بس انا شايفه ان دي فرصه مناسبه قوي ان انت ترجع في كام قرار من اللي انت خدتهم. ده هيكون عذر ليك. مفيش قرار انا خدته هتراجع عنه. وبالنسبه للساده الافاضل النواب الحماس وكلهم، عبد الجليل قايم بالواجب معاهم والاستجواب هيترفض. ريحي نفسك. انا شايف ان انت اللي تريح نفسك. احنا عايزين الشارع بره يهدى
بلاش نقف في وش الريح عشان ما نطرش كلنا. كمال قادر على انه يواجه اي ازمه ممكن تقابله. كمال؟ تاني كمال يا هاشم؟ ولما انت باقي قوي على كمال كده اقلت الحكومه كلها ليه؟ شلت واحد انا ما بثقش فيه وحطيت واحد تاني اقدر اعتمد عليه عشان يشكل الحكومه اللي انا عاوزها. مساله بديهيه وبسيطه. بس انا عايز اقول لك حاجه بقى، اهل الثقه ياما وقعوا حكومات. جرالك ايه يا هاشم؟ اوعى تفتكر كمال او اي واحد تاني هينقذك من الحفره اللي انت بتحفرها لنفسك دي. تبقى غلطان. هاشم انا اسفه قوي لو كان صوتي عالي عليك. مريم انت عديتي كل الحدود. حبيبي انت اللي مش فاهم ايه اللي بيحصل ورا ظهرك. عايز تحقق شويه احلام على ارض الواقع والدنيا اللي احنا عايشين فيها غير كده خالص. وانت بقى بقيتي فاهمه الدنيا الحقيقيه مش كده؟ بحاول اهدي الناس. وهديت الناس؟ على قد ما قدرت. انا وقفت قصاد امي هددتها يا هاشم، وكل ده عشان خاطرك انت، عشان احافظ عليك وعلى الكرسي اللي انت قاعد عليه. لكن انت ولا انت هنا، حتى العيال بتوع خالد دول ظل. العيال ايه؟ خالد ظل؟ انت كمان وصلت له؟ هدتيهم وسكتيهم؟ مريم انا متشكر قوي لخدمات الكفايه كده. انا لو عاوز اسكت امك واسكت العيال دي انا المهم في دقيقه واحده. بس انا مش عاوز اعمل كده. انت اللي مش فاهم حاجه. وانا كرئيس للبلد دي مطالب ان انا احقق لهم كل اللي هم عاوزينه. انا بحذرك، وسواء حذرتك قبل كده المره الاخيره، مالكيش دعوه بشغلي، ما تتدخليش في اي حاجه تخص الحب. لو حصل اتدخلت مره تانيه هيكون اخر يوم ليك في القصر ده. مفهوم؟ انت اللي اخترت يا هاشم، ما تنساش في يوم من الأيام إن أنت اللي اخترت. ليه يا دكتور عبد الفتاح؟ بتدبسوني يا كمال بيه؟ بتصدروني قدام المدفع عشان انفذ لكم وعود سياده الرئيس؟ هو مش ده برضه اللي انت بتطالب بيه في ابحاثك بقالك اكتر من 20 سنه؟ ايوه، ما هو اصل اللي بيبقى على الورق حاجه واللي على ارض الواقع حاجه تانيه. طيب لما نيجي للجد هنخاف بقى ولا ايه؟ بلاش الالعاب دي معايا سعادتك. يا دكتور دي فرصتك علشان تطبق فيها نظرياتك، ولا هو اللي على البر عوام؟ بقى يوم ما تيجوا تاخدوا بالكم مني يبقى في وقت زي ده. تقلقش تقلقش يا دكتور، مش هتبقى لوحدك، هيبقى معاك الدكتور عمرو فكري. دكتور عمرو فكري بتاعنا؟ ايوه. شفت بقى يا دكتور، افهمني، انا بحاول اجمع اكبر قدر من اليساريين اللي يحققوا لنا القرارات الثوريه دي. قلت يا دكتور، ولا تحب نقول لك يا سيادة الوزير؟ ادخل. انت كنت فين يا بهجت؟ مختفي من امبارح. كنت مع جياني فندم زي ما اتفقنا. افتكرت حاجة؟ افتكرت الداتا اللي على اللابتوب ده. طلعت عارف او حد من رجالته؟ لا طبعا يعني. طيب شغله لي. اطلع انت بقى. اوكي فندم. ايه ده؟ انت كنت جايب الحاجات دي معاكي على الطياره؟ امال ايه اللي جبتها من هنا؟ خرب عقلك يا جي. طب انت ما خفتيش تتمسكي؟ بتهزر، هي طياره الرئاسه هتتفتش ولا ايه؟ طبعا بتتفتش، لعلمك بقى دي بتتفتش اكتر من مره. انا بقى عارفه بخبي الحاجات دي فين وانا جايه.
لا انا متاكد. قولي لي يا جيه، انت طموحك ممكن يوصل لحد فين؟ تقصد ايه؟ ايه ده؟ هو انت مش قلت لي ان انت مالكش في الحاجات دي؟ يا ستي اهو نجرب. طب يعني تقصد ايه بالسؤال ده؟ سؤال ايه بقى؟ ايه ده؟ انت هتتنفس، هو نفس واحد وتسلم على طول. عارفه يا جيه؟ انا سهل اكتر من كده بكتير. المكان اللي انا فيه ده اقل مني، اقل من امكانياتي. اللي وصل له هاشم ده انا جزء مهم فيه. عارفه مش بس كده، انا اللي عملت هاشم وانا برضو اللي اقدر اعده. ازاي؟ جيه انا ملاحظ ان هاشم عينه عليكي. يعني ايه عينه عليكي؟ هو اللي شايف كده، ده مش معناه انه حقيقي يعني. تكملي. لا خلاص بقى، اللي موجود بعد كده مش البنات اللي في سنك. بقولك يا جهان، طالما كمال بقى جه برجليه لحد عندك، كملي معاه للاخر. عايزه اعرف قراره، عايزه الف الحبل حوالين رقبته واخلص منه بسرعه قوي. لو محتاجة أجهزة تصنط ولا حاجة قولي لي أبعتها لك. ما تقلقيش، الموبايل ده عليه بروجرام هايل بيخلص كل حاجة. أنا عايزة اعتراف مباشر. ما تقلقيش. الله، بصراحة القعدة بتحلو بالحشيش. قعدتي أنا أحلى من أي حاجة. أكيد أكيد يا قلبي. قولي بقى، أنا فين بقى من كل اللي أنت بتعمله ده؟ تفتكري ممكن أعتمد عليكي في كل ده؟ وما بقى شايف لك مكان أحسن؟ فين؟ شوف يا جي، زي ما مريم قلشت سمية، أنتي كمان بمساعدتي هتقلشي مريم وتاخدي مكانها. أتجوز هاشم؟ هاشم؟ هاشم إيه بس يا جي؟ لا طبعاً هتتجوزيني، بس الأول نخلص من الاتنين، هاشم ومريم. اقسم بالله العظيم، والله والله العظيم والمصحف، صدقيني يا مريم وانا بنقل التسجيلات دي من على الموبايل للكمبيوتر، اتفرمت الكمبيوتر وراحت. بلاش تلعبي معايا انا، انت عارفه ان انا ممكن اخلص عليكي. انا عارفه ان انت ممكن تموتيني، بس والله العظيم والمصحف ما بكذب عليكي، والله العظيم التسجيلات دي ما كانش فيها اي حاجه مهمه. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. صدق سامح لما قال عليهم شوية مماليك، يعني بابا عمال يعلي فيهم، شوفي هو بيعمل إيه. سوري يا ماما، مش قصدي، إحنا اتفقنا إن إحنا مش هنفتح الموضوع ده تاني. يا حبيبتي مش زعلانة منك خالص، أنا زعلانة من نفسي بس بيك أنتِ.
الكلام اللي انت قلتيه امبارح في الراديو ده كان رايح كده بجد. قال لك رأي محايد؟ ابوكي عنده حق. طبعا عنده حق. ربنا يكون معاه في الفترة اللي جاية دي. بس بقى يا ياسمين ما تخوفينيش، انا اصلا خايفة عليه قوي. علشان كده انت واخوكي لازم تكونوا معاه، انتوا لازم تكونوا دراعاته الاثنين اللي يتسند عليها، كلنا لازم نكون معاه في الفترة اللي جاية دي. لا ثانية واحدة، انت قلتي كلنا؟ كلنا كلنا يعني؟ هو احنا ليه اتقابلنا النهارده هنا مش في البيت؟ عشان القرارات اللي ابويا خدها بالنسبه لي مرضيه جدا، واجتماعات مجلس قياده الثوره بتاعتكم دي انا مش هحضرها تاني. يعني ايه يا رامي الكلام ده؟ مالك مش مسؤول؟ رامي ممكن ناجل الكلام في الموضوع ده بعدين؟ احنا محتاجينك في حاجه اهم دلوقتي، وانت اكتر واحد في اصحابنا ممكن يساعدنا. ايه في ايه؟ هاني ومين اصحابنا اتقبض عليهم؟ واختفوا بقى لهم كام يوم. اختفوا فين؟ محدش عارف، وملهمش اثر في اي حته. حتى المحامين نفسهم بيدوروا عليهم ومش عارفين. المشكله ان مش بس هم، ده في اكتر من واحد اتمسكوا بنفس الطريقه، واصحابهم ابتدوا يشيروا اخبار ليهم على الفيسبوك عشان يعرفوا اي حاجه، لكن لا حس ولا خبر. والداخليه مصممه ان هي ما قبضتش على اي حد فيهم. لما الداخليه ما قبضتش على اي حد فيهم، امال مين اللي قبض عليهم؟ ما هو ده بقى اللي انا عايزك تعرفه. على الاقل اعرف امكانهم فين. العيال اهلها تتجنن يا رامي. حاضر يا معلم. يلا اجمد اجمد يا عريس، الليله ليلتك. ها انا متاكد ان انت هتبقى ده ودود ان شاء الله. ربنا معاك. اقول لك مبروك على رئاسه الوزراء ولا اقول لك هارد لك عشان ما عرفتش توصل للي انت عايزه؟ انت بتقولي يا مريم؟ مش أنا اللي بقول. اتفضلي. إيه رأيك بقى في المفاجأة دي؟ ممكن أفهم في إيه؟ في إيه؟ مش اي حاجه. انك ما تردش على تليفوناتي وما تفكرش تتصل بيا، هو ده الطبيعي؟ انت عارفه اللي بيحصل اليومين دول، مش فاضي اعمل اي حاجه. مش فاضي التليفون؟ مش فاضي المسج؟ انت بقيت وزير يا عمر وانا ما اعرفش. منا لو سمحتي بلاش الطريقه دي، انت مش فاهمه اي حاجه ولا عارفه اي حاجه. لا انا فاهمه وعارفه كل حاجه، وعارفه كويس قوي ان الهانم اول ما شاورت لك بصباها طلعت تجري. انا مش عارفه هي بتعمل فيكوا ايه، هي ربطاكوا بخيوط وبتحركوا زي ما هي عايزه؟ منا ما اسمحلكيش. انا مش هستناك تسمح لي ولا ما تسمحليش يا عمر، انا اللي مش هسمح لك. انا مش هسمح لك ان انا اكون لعبه، وقت ما تزهق تحطها في الصندوق، ولما تعوز تطلعها من الصندوق. لو انت قابل تكون كده في حياتها، انا عمري ما هكون كده في حياتها. أنا مش هبقى لعبة في إيد حتة عيل صغير ما بيفكرش غير في نفسه. ده أنت معرفتش توفي بوعدك ولا حتى أسبوع. أسبوع. عمر أنت عمرك ما هتتغير. هتفضل كده طول حياتك. كل اللي حواليك هما اللي بيتحكموا فيك. عمرك ما هتعرف تاخد لنفسك قرار واحد. أنا مش هقبل أبقى تفصيلة في حياة أي حد تاني. عارف ليه؟ عشان انا منا الرئيس يا عمر، وهفضل طول عمري منا الرئيس. طبعا انت كنت فاكرها ماتت. كلنا كنا فاكرين انها ماتت. فيها ايه دي؟ ايه اللي بيحصل ده؟ حد يفهمني ايه اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ان الاستاذ كمال هو اللي كان عايز يخلص منك، وهو اللي دبر لك محاولة اغتيالك، وعشان ما يقدرش يعمل ده لوحده استعان بصديقه الدكتور فريد حسان. كذب كذب، كل ده كذب.
اوعى تصدق الكلام ده يا هاشم. هاشم هاشم خلاص يا ليه، خلاص ايامه بقت معدوده. ايه بقى القلق اللي على اخر الليله ده؟ مش هينفع، مش هينفع اجي، مش هينفع افضل مستني لحد ما يخليني نائب. لا لا لا، الموضوع ده لازم يخلص وبسرعه. انا عندي ضمانات اني هكون البديل. سيجارتك تجنن تجنن. كفايه كده، اسمع بقى الباقي منه وانت بتحقق معاه. اظن كده كل الامور وضحت خلاص. كان لازم يبقى في دليل في ايدي، لاني مهما قلت لك ما كنتش هتصدقني. ومع ذلك سبتيني اروح وانا كان ممكن اموت. ما كنتش اعرف يا هشام. التسجيل بيقول انك كنت تعرفي، والهادم والاستاذ رضا بارك كل حاجه اكيد طبعا كانوا عارفين. وطلعت طلعت مش بعيد، هو كمان كان عارف. يعني كل اللي حواليا كل اللي حواليا خانوني. هاشم انا التسجيلات دي لسه واخداها دلوقتي حالا. قولي لي انتوا على العلاقه مع بعض انت؟ يعني انتوا بتتامروا بقى عليا من امتى؟ اتكلم عشانك. خايفة من ايه؟ انا حبيبي، انا رئيس الجمهورية. هاشم هاشم ما تحاولش معاها. جيهان من ساعة ما عملت الحادثة وهي فاقدة الذاكرة، مش هتفتكر أي حاجة. فاقدة الذاكرة؟ فاقدة الذاكرة؟ كمان فاقد الذاكرة. بس المعلومات اللي أنا جبتها لك المرة دي عن هاشم نفسه. يعني إيه؟ يعني الاتفاق كان عن مريم بس. لا يا حبيبتي، الاتفاق كان عن مصلحتنا إحنا الاتنين. أنت اللي يهمك مريم، أنا بقى اللي يخصني هاشم. أنا ممكن أروح في داهية لو حد عارف بالمعلومات اللي بجيبها لك دي. مش هتلحقي تروحي بداية. هاشم هياخد قرارات هيقاوم عليه كل اللي وصلوه المكان ده، وزي ما عرفوا يوصلوه هيوصلوني أنا كمان. المهم الأول نخلص من هاشم بقراراته. ده اللي في مصلحتنا إحنا الاتنين. جه الوقت اللي آخد فيه حقي مكان هاشم. بس أنا خايف. جي، دي وافقتي من الأول تبقي شريكتي، دلوقتي بقى ما عندكيش رفاهية الاختيار. يا تكملي يا تنتهي. محدش هيخرج من هنا غير لما أعرف كل حاجة. مين اللي هيبدأ الكلام؟ أنا جبتك هنا النهاردة عشان أتكلم أنا وأنت لوحدينا، بعيد عن مكتب طلعت. أنا عملت اللي عليا وخرجتك من تحت إيده.
انت كمان تعملي اللي عليكي، تجيبي الحاجه اللي عندك. بص يا جيهان، انا وانت عارفين كويس قوي ان اللعبه اللي انت بتلعبيها دي لعبه هبله. انا الوحيده اللي فاهمك، انت دماغك دي ولا مليون خبطه تاثر فيها. كنت عايزاني اعمل ايه؟ اهرب من واحد عايز يقتلني، وحادثه كنت هروح فيها افوق الاقي مدير مخابرات في وشي. كان لازم اعمل كده لغايه اما اشوف الليله دي هتوصلني لفين. والله برافو عليكي، كنت تنفعي تبقي ممثله هايله، عجبتيني. بس الحزن حظك بقى يا حبيبتي انها جت خطبت عندي. بصي يا جيجي، انت بقى تكملي اللعبه اللي انت ماشيه فيها ديت، وتروحي مع باجت وتجيبي الحاجه، واوعي حد من الرجاله اللي طلعت ياخد باله منك عشان هم مرعبينك. انا خايفه يا مريم، خايفه. من ايه؟ ده انا بقول لك انا جايباكي هنا ونتكلم لوحدينا عشان احميكي، ابقى في ظهرك، ما تقلقيش. المهم تجيب الحاجه اللي عندك يا جيهان. يعني ايه؟ قلتوا لي جيهان فاقده الذاكره وطلع مش فاقده الذاكره. يعني دي كانت التمثيليه بتعملها عشان تحمي نفسها ولا ايه؟ ايوه يا هاشم، بس انا عملت كده عشان خاطر احميك. انت كنت بتثق فيه قوي زياده عن اللزوم، مهما كنت قلت لك ما كنتش هتصدقني، كنت هتعمل زي عادتك، عندي لمجرد العند. اديك خدته وكبرته وخليته رئيس وزراء، وهو طول الوقت كان عينيه على الكرسي بتاعك. عارف كمال ده عامل زي ايه؟ زي التعبان، اخدته في حضنك ودفيته، واول ما قرص قرصك انت شخصيا. كفايه بقى، كفايه. هاشم، انا ما عملتش حاجه صدقني، اقسم لك بالله ما حصل. كان مجرد كلام، كلام، احساس غضب، خيبه امل في صاحبي وعشره عمري، صاحبي اللي وقفت جنبه ودافعت عنه لغايه ما بقى اكبر راس في البلد. لكن للاسف الكبيره اللي كنت عاملها له طفت امامي قدامي ضئيل. طب ليه؟ بتسأل يا هاشم؟ لأنك سلمت رقبتك للهانم، الهانم اللي بقت بتتحجم، تعين وترفض وتعمل صفقات واتفاقات، عرفت تسحبك مننا، عرفت تخليك تخسر كل اللي بيحبك، حتى مراتك وولادك. هاشم، انت عمرك ما حبيت حد، انت ما بتحبش غير نفسك وبس. ايه كل كميه الكره والحقد اللي جواك دول؟ ليه؟ ليه ده انا عينتك رئيس وزراء، رئيس وزراء عشان اسند ظهري عليه؟ ليه؟ لانك عمرك عرفت معنى الصدق. تعودت تاخد بس، تاخد كل حاجه لنفسك. فاكر يا هاشم زمان ايام الجامعه، انا وقفت جنبك وساعدتك في كل حاجه، اتحاد الطلبه، البعثه، لكن انت عملت ايه؟
كنت عارف كويس انا كنت بحبها. سميتي ايه؟ سميتي ايه وحب؟ وحب ايه وجامعة ايه؟ ده انسان مريض. انسان مريض. عقلك التافه ده صور لك انك انت لما تخلص مني ممكن تقعد مكاني. لا. البلد دي ما فيهاش غير هاشم رئيس واحد. الكرسي ده محدش يقدر يقعد عليه خير يا انا بس. انا دفعت ثمن كتير. ثمن كبير قوي. دفعت وبدفع وهدفع ثمن محدش فيكم. محدش فيكم يقدر عليه. روح هاشم الرئيس. سهله كده. روح هاشم الرئيس تحرق اي حد. اي حد هيقرب منه. بيمي السبسو. اسمي هاشم! الرئيس هاشم! الرئيس هاشم! خذوه تحفظوا عليه اللي حاول يخلص منك مرة هيكررها تاني يا هاشم. بص للي حواليك كويس. بص حواليك يا هاشم. كل ده لسه في المكتب. ربنا يقويك يا رئيس. هيقويني. على فكرة دي مش أول مرة أكلمك متأخر. دي تاني مرة. والله برافو عليك يا جيهان. عرفت تعملي اللي أنا ما عرفتش أعمله. خرجت الراجل المحترم عن وقاره. خليتيه يعمل زي العيال المراهقة. انت ايه؟ انت الشيطان؟ انت اللي طمعتيني يا مريم. انا كنت راضيه بحالي عايشه وما فيش اي حاجه في دماغي ولا عايزه اي حاجه. انت اللي شدتيني وخليتيني اجري وراك. وكان جزائي ايه؟ كنت عايزه تسبقي وتاخدي مكاني؟ وليه لا؟ حقي ولا انت فاكره انه حقك لوحدك؟ انت بس اللي تسبقي وتكوشي على الدنيا واللي فيها. انا فعلا غلطانه. غلطانه اني وثقت في واحده زيك. لعبتي على كل الخيوط. لعبتي على الريس نفسه وقعتيه لشاشته. بس يا خساره خنتيه بعد كده مع صاحبي. ما تصدقهاش يا هشام. ما تصدقهاش. كل اللي تم بيني وبين كمال ده كان بمعرفتها وبتدبير منها. انا كل اللي عملته كان عشان اعرف بس هو بيدبر لك ايه. بجد؟ طب ليه ما رحتيش حذرتيه يا جيهان؟ عارفه ليه؟ لانك كنتي بتلعبي على كل الخطوط لحسابك انت. صدقتي فعلا ان انت ممكن تاخدي مكاني. كمال لعب بيكي واستخدمك ضدنا. بس خلاص للاسف كمال دلوقتي خلاص راح في 60 داهيه وانت كمان هتحصليه. ماجد الحقني يا ماجد. مريم هتموتني. ماجد الحقني يا ماجد الحقني. ملقتش بينهم اي باب مفتوح.
كل اللي جاي جاي بوجعك ياخد مكانه فرحها ويروح ومن النهارده ملقتش بينهم أي باب مفتوح كل اللي جاي جاي وياخد مكانه فرحها يروح ومن النهارده يروح ما في بعدك روح ويا عيني على لف السنين اتهدي مين واتعلمين قداني شر الحريم مش من ما فيه وهعيش لمين لو مش عايش علشاني حرمان من كل الحياة والخوف في قلبي لما تدواني كل شيء بأوانه والنهاردة واني ويا عيني على لف السنين بتهدي مين وتعلي مين عداني شر الحريم مش من ما فيه وهعيش لمين لو مش عايش علشاني حرمان من كل الحياة والخوف في قلبي لما تدواني كل شيء بأوانه والنهاردة واني أسرع في قلبي لا تتكتم ولا تتحكي ولا يفهموها الناس بس اللي لازم يتعرف كتر الألم بيموت الإحساس مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس وكفاية انه اتعاش وقت ما نسيبناش أسرار في قلبي لا تتكتم ولا تتحكي ولا يفهموها الناس بس اللي لازم يتعرف كتر الألم بيموت الإحساس مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس